بقى يا ولاد النهارده العيد. صباح الخير يا انفا، كل سنه وانت طيبه. انت طيبه يا عمتي، اتاخرت في النوم كده ليه؟ انا عيني ما بتلفش وزغلول راحه. سامعك وانت بتكركبي في المطبخ. رميت له ورق جوافه مرتين وبرضه فضل يكف طول الليل. هي الكحه دي مش هتسيبه بقى؟ زغلول زغلول يا ابني اصحى بقى. دراعي دراعي. بسم الله عليك. اخد دراعي هتقوم انت. دراعك ما هو تحت المخدة. الله، ده صحيح. انت متاكده؟ ياه، ده كان حياته سيد قشطه هيبلعه. يا حسني، وبعدين؟ هتقولي من النوم. يبقى تكية زغلول كنت بتحلم. الله، انت هتنام تاني؟ زغلول زغلول، الساعة بقت 5 يا حبيبي. طب ما هو لسه بدري، احنا بنروح الديوان الساعة 10. ديوان ايه؟ النهارده العيد. طب خلاص بقى سيبوني انام. لا، قول تتأخر على صلاة العيد. قوم قوم يا حبيبي، كل سنة وانت طيب. انت طيبة يا أمه. كل سنة وانت طيبة يا إيفاض يا ماضي. انت بالصحة والسلام. كان نفسي النهارده يكون لكم عيل وافسحوا في كل حتة. ليه تجاب عن كده يا زغلول؟ وتجيبينا حتة عيل نفرح بيه. تجيبه منين؟ تجيبه منين؟ طب قوم بقى، يلا يا انصار. طب وانتوا عايزين عيل تعملوا بيه ايه؟ نفرح بيه ونلعب بيه ويملى علينا البيت. طب ما انا موجود وانا يعني كبرت. تعالي دوق الكحك يا انصار. الله، يا ولد غريبة. ما دي غريبة اللي بتاكلها. صحيح؟ أنت متأكدة؟ إلا قولي يا أم، إيه الفرق اللي تحت غريبة؟ يا أخويا اسم الله عليك. صباح الخير يا أستاذ أنصار، كل سنة وأنت طيب يا أستاذ زغلول أفندي. أنت طيبة يا حبيبتي. أه، لكم حق تناموا دلوقتي.
بنت زغلول عينه ما غسلتش الا بعد الاذان ند. ربنا يخفي عوض عليه. كان بيكح طول الليل. بيكح؟ ربنا يشفيه. قلبي كح يا واد يا كامل يا مجن على عينك. ما تجيش يا واد ورا عربيه الرقص عشان تاخد ضرب الصبح انت راح. يلا يا بنت زغلول انزل الحمام عشان تلحق صلاه العيد. انما يا جماعه هقعد هنا وبعدين اروح اصلي. يا ابني الميه السخنه كويسه عشانك. ترم مع عظمك وتضيع شوية الرطوبة اللي في ظهرك. ما انا ما احبش الحمام، الدنيا زحمة والمية سخنة خالص. يا اخويا دي خد لك غطس في المخزن، عنا الحمام حمام كنت اصحابه. قال على رأي المثل باب النجار مخلع. بدل عدد السريح، كل يوم من نجمع اني بس على الحمام. تتخيل عندي يدخل هنا. اهلا وسهلا يا آلت ومشرف. يا زغلول يا ابو زغلول تحسنا بيوم ده. اديني دايره يا استاذ. انا بلد بعد نحسب يا اخويا. السلام عليكم بكل سنه وانتم طيبين. طيبين على السلامه يا ابو الزغاليل. بتقولوا تضحكوا على ايه عشان اضحك وياكم؟ يا سيدي ده عروض بقى لساعه يقعد في بيتك المعلم شحاته وبرده لسه ما نفسيتش. اعمل له ايه؟ اذا كان متعود يجي ساعه الفجر يشحن انه باجي متاخر. يا اخوانا النهارده العيد الواحد سهر امبارح وراحت عليه نومه. بضحك؟ قلت العيد احنا فيها السهر. سهر ايه يا شيخ؟ ولا كانت ليله زي بعضها؟ الله ليه؟ اصل امبارح بعد ما شفت المستوعب روحت عند الست الجديده نمره 3 نص الليل يا حبيبي كده بصيت لقيت الاولانيه نمره 1 بعتين. قال ايه عين من العيال عنده اسهال وجبتته مولعه. كنت باكل وكنت اعمل له تحويجه كانت قطعت الاسهال ده على طول. زي التحويجه اللي عملتها لابن المعلم رضوان. الله يرحمه والنبي كان واد ابن حلال. المقصود جبت له الحته اللي من لازم منه ويا دوبك رجعت البيت لقيت الثانية نمرة 2 بعتين. غير اخرى. حاتم عقبال عندكم حامل. حامل ايه؟ ربنا يمسحها بالسلامة. وانسحني من تحت ايدك يا محروق يا اخي ما تخلص بها. طب الحاجة بسيطة. انا عارف بتجيب الوسخة دي كلها منين يا معلم؟ منين؟ ده انا لو نبص في معتين تشحت انت. ما هو انت هيدعك في جتتك ولسه برستيش. انا كنت قايل وانا كنت اجيب الشاب بتاعك. ما تسلم بقى يا واد يا ابو شريع. او اسلم ليه؟ فاكرني كنت بلب اللي بتتاجر فيهم. عليكم السلام. خلاص يا جماعه انا فاتحه ولا لسه هتغسلوه تاني؟ نحن السابقون يا استاذ حسون. احنا لسه في اول سنه يا شيخ. ما تستاذوا بقى يا اخي. ما ترجيش معايا يا مصري. ساعتكم ولا خلي الاستاذ ينشرك. والله قلت لك انت اللي عاوز الناس. ليه؟ الاستاذ صبري افوكاتو. عيب يا مصري. قلنا وكيل محامي صبا بكاتو. استغفر الله العظيم. قصدي اقول وكيل محامي. ما تخلص بقى يا بحرور. لسه ما وصلناش لسه منه. دي فكرتني بحكايه سمعتها من واحد قاعد في الديوان. واحد راح استحمى. واحنا راح استحمى. بعدين قوم بقى يا حاج الحاج قوم. وانت وانا اللي بتلم وثقه تاني. وانا متاخر 10 دقايق. والله انا عامل حاجتك بالدنيا يا بعرفله. ليه هتتحكي لنا حكايه الراجل اللي كان بيتحمى؟ لا على بالي تاكل ضحكه وعلى بالي في واحد ضحكه من الضحكه كمان جاي قاعد عليه. الله لازم نقوم علشان نعيل على الحاجه كمان. خد انت كنت كويس اوعى يقع منك. خفيش. طب مره واحد شحات قال لواحد ليه اديني قرش عشان عندي 7 من العيال. قالوا هم فين؟ قالوا في السيمه. يا عم يا دين تعرف حكايه الراجل اللي ضايع فلوسه؟ لا ولا انا. الله يحبك يا سمير. اتفضل يا سمير كن قريب. لا كتر خيرك يا حاج، انا نايب المعلم شحاته عشان سنانه. ما دي غرض ليها سام. ها سام ده انا اسناني اجدد من سنانك. ده انا لو حبيتك حظك تطلع بالطعم. حد كنت بقى تهيأ لك ده؟ مهلول. مهلول. لا حول ولا قوة الا بالله. وبعدين في واحد يا اخوانا ما تخافوش، انا اللي بتغوى ولا انا بتجيله النوبة في المكتب. ايش انا تغلول؟ سلامتك استغلول. خذي مني الكوباية يا انصار. احسن يا زغلول يا فندم. الحمد لله. دي بنتك يا حاجة؟ دي بنت المرحوم اخويا. يا انصار مراتي. اقعد يا انصار، دي مدير مش غريب، ده صاحب جوزك. اقعد يا بنتي يا اخوك. انا ما كنتش عارف انك متجوز. قلنا نجوزه بدري نفرح بيه. يا بطريق يا بطريق. كمل يا بطريق. بيت حرمي.
عايزه ايه يا اميه؟ اللي تطبخيه اللي نفسك فيه. بس هي كتر الشطه ده امبارح. هتاكل شطه ولا روح حمام؟ هو كل يوم حمام حمام. الله الدنيا حر والواحد جسمه بقى تستحمل. هو من الحمام ولا من الغباب اللي حتى لو سكتي؟ اتكلم يا معلم. مش حاجه الست بتاعته مهتمه بيه ازاي؟ انا طول عمري كنت اتمنى يكون لي زوجه زي دي تساعدني تملي عليا البيت. يظهر ان منير افندي من انصار الزواج علشان انه يلاقي ست متلقله وتعجبه. الست اللي كرس حياته علشان يمتعها. الست اللي عيش طول عمره خدام تحت رجليه. يا ابني الجواز ده اسمه ومصيني. انا اسمي ده طلعت حلو. معامل من حتى كل كام سنه غير اسمه. الله الاسمك الاولانيه كانت مش ولا بنت. والثانيه مش قد كده. اما الثالثه مش بطاله. والرابعه الرابعه دي بقى لسه في علم الغيب يا اخي. يا ربنا يهدي سركوا بقى. الركع الراجل يا حاجه. المهم في الاحوال اللي زي دي الانسان يعدل كما نص الشرع. والنبي شبهه. فانا لما تخلص نرتبك العين في حياتك. انا انا كده. تعالى تتفرج يا معلم. وريني يا اخويا ربنا ما يوريك وحش. او النبي شبهك الخالق الناطق. والله حقه تمام. شوفك حتفيله. مش بطالة. مش شكلها ولكن فيها روح المعلم. يا سلام. طب طلع روحه. وليه ما اشتغلتش رسام؟ احسن لك من وظيفه. وفي وظيفه الحكومه مركز شغل مضمونه. يا مغلوب تقول لي زغلول. خليك في شغل الحمام بدل المرحوم ابوك ما رضيش ابدا. هو في مانع يشتغل ويخلي باله من الحمام؟ انا لو الحمام ده في ايدي كنت اكسب منه ذهب. ومع ذلك الوظيفه مش عيب. انا والدي عنده 100 فدان ومع ذلك بشتغل موظف. ايه يا منير افندي؟ انا عمرك ترسم لي صوره بزيت. لا ده انا هرسمك صوره بالفحم. كبيرة أوي بس دي تاخد وقت طويل. أنا هجيب الفحم والورق والأدوات وأرسمك هنا. أي النبي يخليك يا سمنير عشان نعلقها له في أوضته زي صورة المرحوم أبوه. الصورة دي ما يعملوهاش إلا الجواز. اسمحوا لي بقى أستأذن أنا. ما هو بدري خليك بعد الغدا. لا معلش أصل معزوم عند خالد باشا. طب خلى عنكم ما تخليك معايا تتغدى حمام محشي. محشي شطة؟ لا محشي رز. وقت تاني معلش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أنت شراب. كل سنة وأنت طيبة. النبي باين عليه أمير أوي وبيحب زغلول أكتر من أصحابه كلهم. ده جدع أنثى أوي بنكتة. هو أمير اللي كده وباين عليه شام لو إنه ما بحبش الشطة. أيوة بس باين عليه أنظف كده حبتين. خالد باشا 100 فدان. ما بحبش الشبان اللي بيطفي ده أبدا. لحماس بو
وبالرجوع الى ذلك الطرف ايه يا اخي بتدور على ايه؟ مش لاقي الواو. ما هي قدامك يا الواو دي صعبة قوي. طب اشرب ايه ده بس مغلطش؟ لسه ما تنايلتش. هات لي فنجان قهوة سابع. انا مش فاهم ايه اللي بيخليك تشتري الورق ده كله؟ الامل الحظ يضرب مرة واحدة وتنتهي المسألة. لا يا اخي لو كنت تحوش الفلوس اللي بتشتري بيها اللوترية دي. احوش؟ احوش مين يا استاذ؟ بقول لك المسألة مسألة حظ. يضرب مرة واحدة. لما احوش انا فاضي عشان احوش. فوت عليها بكرة. الى ذلك الطرف ولا انت الطرف بالطه مش بالته. طب انا عارف هبقى اطلعها بعرين بالموس. ايه خير؟ والله المساله خرجت من ايدي الشيك. انا حولت لواحد راح البنك ما لقاش عندك رصيد ومصمم يبلغ النيابه. يعني ما كانش ممكن تترجع لي؟ مفيش فايده. حد بكره الظهر اذا ما دفعتش هيبندر. يعني مهله بس انا طالب مهله. انا استنيت عليك 4 اشهر على 5 جنيه. يعني اذا كنت كل شهر دفعت جنيه كانوا خلصوا. شوف بعد اسبوع هدفع لك المبلغ. انا اسف انا بس جيت اقول لك عشان اخلص من ذمتي. نهارك سعيد. قالت لي كده صاحبنا ده يا حسني. مين يا اخويا؟ الموظف اللي اختلف 40,000 جنيه من البنك ولما مسك مراته وراح سلم نفسه. موظف ازاي بقى؟ ازاي بقى؟ انا هيبقى في ايدي 40,000 جنيه واروح اسلم نفسي؟ 40,000 جنيه؟ الراجل اختلف الفلوس بتاعها بتاعه ولما ضميره استيقظ. ضميره استيقظ؟ ده ضميره اتجنن. ضميره استيقظ ماشي. النبي تنجلنا الطلب ده قبل المكتب ما يقفل يا اخي المكتب ولا يتسرق. يعني لو حضرتك خدته كنت عملت ايه؟ كنت عملت ايه؟ كنت سويت العوايل فسح هدوم اوتوموبيلات. خليت ضمير ينام لحد ما ضيعهم. اعوذ بالله. ده انت خطر. لا انا مش خطر انما انا بفهم. انا عارف يعني ايه الفلوس. انت قول تعرف ازاي تصرف الفلوس. وماله؟ اما انا اروح اسلم نفسي. الضمير قال والنبي بلاش الموضوع ده لحسن انا هفرقع. مالك؟ انا عارف انت بتحب واحده ست ودي صورتها اللي بتكرزنها. السلام يا ابو الزغاليل. ما تشوف لك حاجه يا اخي تكوحها دي انت راخر. وما الحاجه نزلت النهارده في الشنيدي فانيلا الصوف. النهارده؟ قالت انها نازله الصبح المسكي تجيب لي فانيلتين. معاك 25 قرش؟ سالك ولا؟ سالك يا اخي انا بايت كل الفلوس اللي باخدها منك. طب قول لي هتضيعهم فين يا نمس؟ ان حد سال عليا اقول له هو راح التنظيم. انا عارف انت معزز ميعاد مع واحده. يا سلام عليك يا ابو الزغبيل يا بتبقى محطايق. كل شيء اسمع نصيب يا عدول. بكره تشوفي نصيب عدول قالت بس الفكر الفن بلبوع بقى عندها دلوقتي عقبال امانتك 3 ايام يتروحوا القلب. اتجرس بيدك شوفي مين ده يا بتاع الزعبع. استنى انا ارجعلك. انا عارف ان زغلول مش هنا وعارف ان الحاجه في السوق وعارف انك لوحدي كمان. ايه المقابله دي يا اشرف؟ انا ما كنتش عارف انك بخيله بالشكل ده. بدل ما تعزمي عليا فنجان قهوة ولا ازازة كازوزة. انصاف انا مش قادر استحمل اكتر من كده. انا عمري ما حبيت ولا كنت بفكر اني هحب بالشكل ده. حرام عليكي تعيشي مع واحد زي ده. حرام عليكي تدفني شبابك وانت عندها ممرضة. انت لازم تسيب البيت حالا. تسيب البيت؟ ايوه حالا. انا رتبت كل شيء هطلعك منه واتجوزك انا. بعد ما مات ابويا وامي. ما مات يا عمتي. هي عم ربتك ازاي؟ مش من فلوسك؟ مش من اراضي البيت اللي سابوه لك ابوكي؟ انا ماليش في الدنيا غير حنان على عاطفه
فاهمه انك اتجوزتي؟ انت اتنقلت من اوضه عمتك لاوضه ابن عمتك. مش ده الجواز يا انصاف، لا. انت مش شاعره بالحياه، بالجمال اللي فيها. انا مش ممكن اسيبك بالشكل ده. مش ممكن اسيبك وانا شايفك قدامي ميته. انت مدفونه بالحياه يا انصاف. يا انصاف! يا تعصب! يا ربنا! قبليها وارجعي. يا رب يا دلعان يا انصاف! انصاف! ابي تروح اعمل لك خلطه ثانيه، تفضل ابيع بقى؟ لا تفوت! تاخدي معلقتين قبل النوم، كل معلقه بعين. انا هجيبهم لك بقى. لا لا خليك انت، انا هقبضيلك. عن اذنك بقى احسن سايباه على النار. هو ايه؟ الصديق صديقه يفتح كان يتحرق. يا بتاع المعدة! عند الفرد احسن عندنا. قلت ايه؟ لانك انت البقى. يعني مفيش امل. اذا لازم انفذ اللي سلمت عليه. هتعمل ايه؟ انا حموت نفسي. هنتحر. انا ما اقدرش اعيش من غيرك. على الاقل ما شفتنيش وانت مدفونه بالحياه. انصرف. انا عارف انك بتحبيني. اسمعي كلامي بس. انا غرضي صفحتي. الانسان ما بيعيش في الحياه غير مره واحده بس. اقل منك بكتير عارفين يعيشوا وعارفين يتمتعوا بحياتهم. بكره تكبري وتعجزي وتندمي على العمر اللي ضاع حضرتك. الليلة الساعة 12 بالليل هستناكي في أول الشارع تلمي هدومك ومساغك وحجة البيت وكل محبتك. أنا مش طبعاً فيك لكن حضرتك وخد الغنى وعمل الغنى لكن حاجتك تسيبها لهم ليه؟ أنا حاسة بيكي أسمع في اتفضل يا ابني اتفضل.
بعيدة سانسار سلامة زغلول. إن أنا مش عارفة الواحد يودي جمال السمنير فين. ده زغلول زي أخويا يا حاجة. أوراقر دايما يشكر فيك ويقول إن مفيش حد في أصحابه بيحبه وقلبه عليه غيرك. إلهي يخليكم لبعض. أنا أول ما وصلني الخبر في المكتب جيت على هنا على طول. أصل والدي تعبان بعتولي تلغراف لازم أسافر له. سلامته وعطلت نفسك ليه يا حبيبي؟ ده زغلول زي أخويا لازم أشوفه قبل ما أسافر. والله العظيم لولا إن اديته الخبر إن أنا جاي ما كنت سبته. حاكم اللي يدي معاد لازم يوفيه. أكره ما عليا اللي يدي معاد ويخلفه. وده يبقى بني آدم. اتفضل أنت يا سمنير. على عموم القطر يوم الساعة 12 على بال ما أوضب الحاجات اللي هاخدها معايا كلها. مع السلامة يا ابني. اطمني يا حاجة دلوقتي روح. حق يا زغلول مفيش حد في أصحابك بيحبك وقلبه عليك قد منير. مش كده يا أنصاف؟ ربنا يخليه ويكافئه على اللي بيعمله معاه. اشرب يا ابني اشرب يا حبيبي. Yeah.
حاجة بيني. أنا المعروف بلاش الكلام ده. دي ذنبك إيه يعني؟ تضيع شبابك وعمرك بالشكل. يا مكتوب عنك يا محمد، وأنت مكتوب عنك الشاب. يعني ربنا يعوض صبرك خير. بكرة تبقى عادي. أنا بحاجة ابن المرة دي بزي كل مرة. عالم بحالي يجيح عنك يا سليم يا ابني انت وكل عيالي. سليم ان شاء الله اجيب الحق. سليم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله الدور اشتد عليه ايات من جبنا له الحكيم. على قدك الحاج، ما سافرتش لهذا وجيت اشوف زغلول. قد المؤمن دليله، ربنا يقدرنا على رب جميله. يا سلام يا ست الحاج، ده على راي المثل الصاحب لصاحبه زي الحيطه تشد بعضيها. يا رب انت مطلع وشايف. اسأل الحكيم كده، ده كان يلزمه حاجة من دكان العطارة في حاله. عطارة ايه؟ هما الحكم اللي عنده بالكلام الفارغ ده. الدواء رد بقول له حالا وياخد منه على طول، لازم يستريح وبلاش خلطة كتير جنبه. السلام عليكم. بلاش خلطة. السلام ورحمة الله. طمني يا دكتور، والله ما اخبيش عليك، الحالة خطيرة، لكن تجيبوا الدواء ده وتدوله من حالا كل نص ساعة، يبقى فيه عليه النهار ويبقى فيه أمل. 10 نقط على شوية مية، 10 نقط مش أكتر مش أقل. متشكر. السلام عليكم. مع السلامة يا دكتور. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، 10. بيبقى. روح تروح شوية يا حاج. مين يريد راحة؟ هذه راحة. ما تتفضل انت تستريح لك ساعتين قبل النهار ما يطلع. ارتاح. واسيب زغلول. لازم افضل جنبه علشان يجيب الدواء في معاده. كده ما اروح اعمل لك فنجان شاي يصحصحك شوية. ما جيتش ليه في معاده؟ عرضك يا سيدي ما جيتش سرت الشتوية دي تاني. انا ضميري بيوضحني عشان فكرت اني اكيد. ضميرك؟ اديك سمعت كلام الدكتور بنفسك. مش انت اللي هتسيبيه، هو اللي هيسيبك. هيسيب الدنيا كلها. المسألة مش بايدينا احنا الاثنين. القدر هو اللي بيدبر كل شيء. هو اللي بيساعدنا. لاننا احنا الاثنين مخلوقين لبعض. انا متأكد انه عند الفجر ان شاء الله هيكون احسن كتير. يفضل قد ايه على الفجر؟ خلاص حاجة بسيطة. يا رب رحمتك. رحمة الله لا تيأس يا عبد الله، وترقى تفرق وتتعدل بإذن الله. الشكوى للناس مذلة وقبلنا آلم، لا تمد ايدك ولا تشكي لغير الله.
الدنيا. أهل الزمن يا مراكزي يا مراكزي يا ميتم وغدرزي وغدرزي يا
طب انا اديله طول في العمر عشان فرحتك معانا دلوقتي. لا مش جايه هوريكي زيهم تاني. روح لاب معانا الجميله في مين يا جاي شويه. المره اللي هنطلع فين؟ ده هيتفتح ويجي حالك. زيادة على الحال هتموت نفسك يا شيخة. قولي لها دكتور انا مش هتقف زيادة موت غريب يا حبيبي. ارادة ربنا كده ارادة ربنا كده بقى واحنا بيدينا ايه؟ الجدع منير افندم الله يخليه عمل الواجب اللي عليه. الراجل ده كان هيروح معاه ده بيقول لك ايه؟ ساعة ما جاي يساعده عشان ينشله من المية هبش في رقبته كان هياخده اياه. اه انا ما مندهش يا جماعه ازاي حصلت الحادثه دي. اتفضل احنا اخوة هنحكيها لك 50 مره بقى. لا وبرضه مش عايزه تخش في دماغه. ده عمل زي الجدع بتاع النيابه اللي قاعد يحقق ويدقق ويقول لك لو اعداء الاعداء والاخر حافظ القضيه. اه ده بيقول يا اخوانا لازم الاسئله والتحقيق لان في قضايا كتير من النوع ده بيكون ظاهرها البراءه وفي النهايه يطلع ان المجرم هو ابعد الناس عن الشر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. انا بفتكر الحدود بتاعت الاعصاب الحاده. الحدود اللي بقدر اتكلم عليها الدكتور. ربنا يخليك. وانا بضيف جميل جدا. وفوت على بيت الجماليه وبيت الدرب الاحمر لميت منهم الاجاره. ما فاضلش بس غير بيت الست اعصاب ما قدرتش افوت عليها فوت عليهم بس. كتر خيرك. الجدع الميزاني اللي ساكن في بيت الجماليه اللي بقاله 15 ما دفعش. ما دفعش؟ ايوه. يقدر ما يدفعش. ايه دفع؟ امال يا حاج. يا جدع ام مواطن لو جيت نقف عليها بيت يخلق. يا انت ما تعرفش تعملها. والحاجه كمان قلبها حنين قوي. هي دي جرات اللي بتاخديها يا حاج. طب والله العظيم انا لو عندي املاك بدي لكنت كسبت منها ذهب. هي ست الفصل ايه؟ سيدك انا غلطت معاها، لا عايزه تاكل ولا عايزه تخرج ولا عايزه تكلم حد. معذوره يا ناس هي دي صدمه صغيره. ويا اخوك يا حبيبي مش قادر يا ده بقالي مده طويله قوي. مش عارف اول ما تيجي عليه شويه عرق بيبقى فظيع خالص. انا رايح ارميلي في الابره حاجه. استنى ان اخدني في حركات اجر وعافيه اجر وعافيه. مش كنت تشوف يا معلم ان حد مننا يروح يلم الايجار؟ منير يا فندم الراجل راح ولم الايجار واحنا موجودين يا معلم. جدع تعب نفسه ولم الايجار. كتر خيره. هنقول له رحت ليه؟ انا مش في كده. ايه بس مالك؟ ولا حاجه. يا حمزه يا حمزه في بس مره عايزين يقابلوك. قول لهم يتفضلوا. يتفضلوا؟ تقدر لهم. ابواب السماء مفتوحه بالسرعه دي ما كنتش اتمنيت موته ابدا. لكن انا كنت معذور. انت كمان ضميرك بيأملك يا صاحبي لانك اتمنيتي موته زيي. لكن انت ذنبك ايه؟ دي اراده ربنا هو اللي عايز كده. انا بس لو كنت بعرف اعوم كنت قدرت اخذه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ومؤاخذة في الزيارة اللي مش عاجباك. لكن بقى الظروف تصبر. احنا عارفين ان الحاجة لسه حزينة. واحنا زعلنا وربنا الاعلى. لكن كلنا على دي الحال. وانا جاية اتطلب للحاج واود ان انا ما تكسفناش. خير ان شاء الله. المعلمة هتجوز بنتها. ونفسها يعني تعمل لبس الحين ده فين في الحمام. ايوه لكن يا معلم اللي طول بالك ده. ايه رايك يا حاجة؟
اتخبيت اني بنت بخير، بس يعني الحكايه دي صعبه عليا شوي. صح كده حكم ربنا والحزن في القلب. يلا ما انا عارفه اقول لكم ايه. خير ان شاء الله. نتيجة اصل الجماعة جايين عاوزين يعملوا ليلة في الحمام. وماله؟ وماله ازاي؟ انت ناوي تقفل ايه يا حاجة؟ لا يا ابني. خلاص ما اجرهولهم. طب ايه رأيك يا معلم شحات؟ والله انا من رأيك تمام. اللي تشوفوه. هتدفعوا 5 جنيه في الليلة ها؟ 5 جنيه؟ مش كتير. 5 جنيه. 5 5 اتفقنا. اهلا وسهلا. طب تصدقوا بالله يا رجاله النيل ده ولا وانه بيدقق معايا في حساب الحمام، انما اليوم اللي ما شفوش فيه هتنكد. انت كنت فين من النهار يا فنان؟ والله كنت باخد دخاتر واحد صاحبي. ايه ميت؟ لا 40. يا خبر 40 واحد مات؟ يا بني ادم بيقول لك واحد مات من 40 يوم. طب لما هو مات من 40 يوم ما تكبرش دلوقتي ليه؟ يا حبيبي ازاي الحاجة والظاهر؟ الله يسيبها ونزلنا هما. يا اخوانا انتوا مستهترين بحالتكم. الكلام ده ما كانش لازم يتعمل في الحمام ابدا. روح انزلت الامراض حزانين على طول. انا عارف.
وقفت لك لو كانت بكره يرجع ميتين ما كانتش العين يشفي. الله يصبرهم البركه بتنير. الله يخليك اهو شايف ما بتحبه. اه والله. الله يا جماعه يظهر من الشعبر استمر ليك فضل الشعر. دول اتنين ستات والناس لسانها طويل لما يشوفوني داخل خارج باستمرار يقولوا ايه؟ ناس مين اللي يقول؟ الناس مش كلها زيك يا مصريه. الناس افكارها بطاله وانتوا عارفين معزتهم عندي. والله العظيم انا موت نفسي ولا حد يشمس شرفهم بكلمه واحده. وهو ماله يتسجل يمس شرفهم؟ والله يا اخوانا المدير عنده حق. بيتكلم مظبوط. انا عندي ولاء يا مصريه وعينيها زي غفوص براسها ومش ممكن بقها يتفتح. مثلا لو كانت جابت لها عين من مرحم زغلول كان شغلها وسماها على رايك. لكن برضه تحمد ربنا انها لسه ما خلفتش. قول دلوقتي 5000 مين يتجوزها. لو كانت خلفت كانت برضه تعبت. ليه يعني؟ في ناس كتير جدا يقدروا يتجوزوا انصاف حتى لو كانت مخلفه. هي فعلا لازم تتجوز. عندك حق. بس لازم تتجوز راجل ابن حلال يكون قلبه عليهم ولا يكونش طمعان في فلوسه. والله كلامك في محله يا سمير. خلاص المعلم شحاته يفتح الحاجه في الموضوع. ما تقول يا حسين تشوف لنا الحاجه كده نامت ولا لسه صاحيه؟ وهو تزال. بس ياك ربنا يهديها وتقبل. برضه انت تقدر تدخلها في مخها. يلا بينا سمير قوم معايا قول. يلا بينا. لا يا معلم شحاته بلاش. لا تدخل هنا بتكلم عشان نفسي. الله قولي يا اخي هم حيلاقوا احسن منك. يلا يلا هو بس اتجوز انصاف. يعني تبقى راجل البيت وتقطع لسنه الناس يا مرينا. لكن ده صعب خالص. انا عارف انهم عايزين راجل يدور لهم شغلهم لكن ده صعب. طب ما هو ده اللي احنا بنقوله. اتفضل يا معلم. ايوه طيب دينا اهو. يلا بينا. طب اسمع يا معلم شحاته انا شايف ان وجودي هيكون فيه احراج. اطلع انت كلمهم وشوف ميتهم وبعدين ابعت لي. واجب والله برضه معاك حق. استناني خمسه. اتفضل يا معلم خش. نجيب خطك يا ستي. امال سيسي منير؟ تحت. ما طلعش ليه؟ والله الجدع ده اصله حسيس قوي. تعرفي لسه دلوقتي بيقول لي انه مكسوف بلا افيه من دخوله وخروجه هنا. ليه كفل الشر؟ بيقول لي الكلام ده. كلام الناس على رأي سمير. ايوه كلام الناس. انا بقول على ايوه يعني توفي يعني. اوفي على ايه؟ توفي على اننا نكوي الاطفال. توفي؟ وماله حد في منع؟ تتجوز على سنة الله ورسوله واللي يتجوز هيشوف لكم شغلكم ويراعي مصلحتكم. بس يا جماعة مش كنت ان الحكاية دي صعبة عليا شوية. انت حتى انت ست المؤمنة دي مش مرتب لك بس دي بنت اخوك وانت مسؤولة عنها. ودي سنة الكون يا حاجة. ودي ضروري الجواز يتم دلوقتي بعد شهرين بعد ثلاثة. بس المهم توفي عشان كلام الناس. يعني حاضر اقول ياللي يجي يتجوز بنت اخويا اهي قاعدة لما يجي لها في الحلال. ابن الحلال موجود وموافق الحمد لله. مش كده يا حسينة؟ الى الراجلات جدا. اللي تشوفوه يا جماعة. بس هو مين؟ مير افندي. مير افندي؟ على خير الله. انا جد. مش كده؟ يا سيدي ما بيروحش مكتبه الا ساعه ولا اثنين في النهار.
حتى لو اتقطع لهم وساب شغله راجل غني وسيده يعني بلاقات يا محدش هيقول عليه انه طمعان في فلوسهم ولا حاجه لكن انت لو زودتها ما تاخدنيش طيب خليكم ماشيين يا ابن منير بكره هفكرك ربنا عوض صبرها خير وأديه بدناها الثانية أنا لولا أني عارف إن ده صالحكم ولولا أني خايف من كلام الناس ما كنتش نجحت أبدا لكن أنا عارف إن المفروض هيتريح في قبره لما يعرف إن أخوه وحبيبه حل مكانه أنا كل اللي بشوفه بيتهيألي الإبراهيم ربنا يعلم ما دورنا على ذلك عن جهاز ايه ده حاجة ايه بقى تجريني ستة خير ايه ده تجريني ده ايه ابني كان مش عارف الحكاية انت يا بني يا رفند يا اخويا الله حبيبي اغسل وشك وفوت كده يا رفيع بس ده مش هيخف اصلا يا اخي والله مش عارف يعني اذا استعملت مرايب واستعملت ادويه يظهر مفيش فايده الكتاب انت بقى باذن الله يا حاجة كمان كم شهر يا مان طيب وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين مبروك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الحاج اتفضل يا حسون حاج اسلوبه يا جماعه السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اظن نزوغ احنا كمان جدنا مش ولا جد دلوقتي بينا يا جماعه اقعدي بالعافيه يا ست الحاجه والله جربت في الافراح يا معلم مع السلامه الله يسلمك الكبير انت الكبير اي اسمع لا شيء اسال مجرد ما كنت بكره تدعي لي يلا عدوله يلا
بيت اعصابك تعبان اهو. احنا لازم نسيب البيت ده يا شباب. نروح اي حته. نروح اسكندريه لو عايزين نعمل معاك مكان. اذا كان ده اللي حكينا. يا بنات. احنا نقدر نسافر. الراجل اللي مأجر الأرض اتأخر في البدء. أنا ما رضيتش أشد معاه لأنه جاب بلاغة. أنا معايا فلوس. لا مش ممكن، أنا لا يمكن أمد إيدي على فلوسك أبدا. أخطى عليك يا كمامير، لو في فرق بيني وبيني. أخطى على شافك وعديك. تاخد مني فلوس أول ما تيجي الإدارة. معاك كفاية. 30 جنيه. 30 جنيه حكت لنا. استنى بقى يا راجل. أخد من عمك؟ لا ما تفتحش، أنا مش عايز عمتك تعرف حاجة مني أبدا. يا حبيبتي انا مش عارف لو ما كنتش اتجوزت كنت عملت ايه. انت حياتي واملي اللي انا عايش عليه. Yeah.
نفسي يوم احس ان انا اعتقدي مش كل يوم ناس داخلين وناس خارجين وناس بتتفقعوا. ولا حد غريب، ما لهم حد يا هم هون. ده ما بقاش بيت، دي فريده، دي وكاله من غير بواب. انا بصراحه الجمعه اللي فاتت صاحب بيجيب فلوس وكسبت الكذب، هتقول مين يعني؟ كده ليه يا بنتي بقى ما حصلش حاجه زي كده؟ ايه يعني انا بكذب؟ انا بتقال عليكي؟ ده حتى بقى العيشه بتقهر كلام فيكي. I'm
Thank you.
عايز المغاسة هو روح انت فوق انا محضر. تعال يا استاذ قالت لك ايه حد اسمه دكتور انا اكتشفت جنينه ثانيه بلاقي صح جنينه ايه يا استاذ كفايه مشوار منيره كان لوحده فوق في الشقه وفتح دولاب الحاجه وعمال يلم في البنطلون في الصيغه الحجر بتاعتها عم بقدر شفت بعينك ايه ده يا عم ده الراجل مسؤول عن كلامه ايه الله الله يعني الجدع عاوز يقشط حاجتهم ويذوقوا هم مش هنا وده كلامه يتقدى واحنا موجودين ده نطلع في دمار رقبته اي حد ينصفهم عرفت الحاجة كنت ترمي بسرعة النادي يعطيك يا معلم ولا قلت اخطف رجلي ادور انصاف السيدة الناس بركة امها عشان يفك عنها العكس حسينا بيقول ان منير فوق فاتح بلادك وبيسرق الحاجة يا خبر زي بعضه تقول ايه انا عارفه بيك انا مسامح ازاي حضرتك ايه ده انت جايب ربطه المعلم يعني ايوه اصل في حكايه مهمه قوي عايزين فيها بس انا مستعجل ولازم اروح مشوار لا غير كده تصب نفسك كده قد خمسه يعني عشان تطمني اصل عندي معاد مهم جدا ما اقدرش اعطله وانا بآخر مهم برضه بس استناني حاجه خير عايزني في ايه صبرك صبرك يا سمير دلوقتي المعلم هيجي يقول لك على كل حاجه وانت ما تعرفش يا معلم جاي من هم عديتهم مرتين مفيش حاجه فيهم مفيش حاجه ناقصه ازاي اذا كان حسونا بيقولوا انه شاف بعينه وجوزه يسرق منهم انا عارفه بقى اهو محدش لمسهم والدولاب سليم زي ما هو والقفل الله يكسبك يا حسونه بس عندي ايه يا معلم انا اللي كنت حاطينه في اثاره اتصرف انت بقى معاك يا معلم اتصرف بس اقول ايه يا دي الكسوف يا عالم ايه يا معلم شحاته ما تيجي تقول لي عايز ايه احسن انا مستعجل لا 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 مفيش حاجه انا كان قصدي يعني اشرب فنجان قهوه وياك لكن ما دام مستعجل اتفضل انت اتفضل اتفضل فعلا ايوه اتفضل يعني اتفضل يا تحسونه ايه الحكايه في حاجه مخبيينها عليا لا ده يا ابني فاكر في ايه بس الجماعه عايزين نتقلفوا بيك شويه ما دام انت مستعجل اتفضل بقى مع السلامه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا أهلا وسهلا كنت كده يا حسونة كنت هتكتفني وتوقعنا يا راجل ليه لا والسيرة والفلوس وكل حاجة مظبوطة هو ده يبني مش كتير يا ستي ده طول عمره ما يقبلنيش ده نفسه يغمض عيني يفتحها ما يقفش قدامه لكن اسمح لي بقى انت زودتها قوي خالص كنت هتوقعنا معاها لا والصاف اللي كانت حاططين فيه الاساور اللي راحوا منها هي ست الصاف راح منها اساور يا اخي سيبك بقى من الكلام ده يلا بينا بلاش كسوف يلا بينا انت انا ما تشرب القهوه يا معلم يا ريت ايه يا ست الحاجه والله العظيم ما نستحيلها يلا قدام يا اخويا يلا دورت كويس في كل حته ما خليتش ركن في البيت ده خاف يكون نفسك كده امبارح يا اخي قلبك انا لو مليت ما تكونش بس هعمل ايه تعمل ايه افتح المنزل ولا تعالى روح للشيخ قلت ان هو يرجلك على مين خدمه لكن انت ما تنزلش الارض ابدا صباح الخير يا سيدي كيف صباحك يا سيدي حسون خير لا خير يا سيدي بس انت كنت عاوز تكلمني اتفضل انت عارف انا قد ايه بعزتي وانا اقسم بالله العظيم ثلاثة يا منير اتحاسب عليا من القيامة ان انا شفت منير وهو فاتح دولاب الحاجة وبياخد الحاجات ويحطها بجيبه يومها انا ما بقولش ابدا وراه في كل حتة وصيت الموظفين بتوع الشهر العقاري عشان يدوه خبر لو راح هناك ورهن او باع اي حاجة يبيع؟ ها؟ مش كان هيبيع بيك الحاجة اللي في الدراسة؟ يا خرابي ازاي؟ مش عنده الختم بتاعها؟ ايوه خلاص وعنده كمان توكيل رسمي منها فقانونا يقدر يسرق كله وغيره طب وبعدين؟ سيب الحاجات دي كلها عليا المهم دلوقتي هو بيعرف بنت رقاصه وبيصرف عليها كل فلوسه رقاصه؟ اه ده مين من هم مع بعض الساعة 3 4 الصبح مش ممكن ده بيقول لي انك كنت في شغل ما كنتيش مصدقاني انا مستعد اوريك بعينيك ايوه شوف بعينيك انا عارف هم فين دلوقتي اتفضل معايا
افتكر لسه مجوش. يعني انا كدابة ست انسان؟ لا بس بقالنا نص ساعة وانا خايف احسن عنك تسأل علي. لكن انا متأكد انهم كل يوم بيجي هنا عشان يعيني. لكن منير ما بيعرفش يعني. يلا بينا. بيعرفش يعني. غريب. شفت يا ستي انصاف ان انا ما كنتش بكذب عليكي. ما بيعرفش يعني. ما عدت انكم تصدقوا كل كلمه بقولها. سيبنا انت دلوقتي انا هنزل اتكلم. لا يا ستي انصاف عيب مش قدام الناس. انت ست كامله الكلام بيحصل لما يرجع البيت. عندك حق. عشان يشربوا معايا. فما انت بتكلميني باللهجه دي ازاي؟ ماليش حق اسالك كنت فين لغايه الساعه 3؟ لا مالكيش حق انك تساليني ابدا. طبعا اذا كانت في واحده ست ثانيه. واحده ست؟ مين اللي قالت؟ اللي شافوك معاها. انت تصدقيهم برضه يا حبيبتي. انت عارف ان انا بحبك. اذا جوزتي مني؟ يعني بعد اللي عملته علشانك ده كله بتقوليني لاني انا اعرف واحده تاني؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ واحد كذاب. ما كانش لازم تصدقيه غير لما تشوفي بعينك. شفت بعيني. شفت ايه بقى؟ شفت الست اللي بتعرفها اللي بتسهر معاها اللي كانت معاك في الحمام. وايه يعني لما اعرف واحده تاني؟ انت السبب. انت اللي خليتيني ادور على ست تاني. انا مش حاسس اني عايش. مش حاسس اني عايش. مش قادر اشعر ان انا ليا زوجة. انا طحقت زهقت فاضيا. انت ازاي تخرجي من غير استئذان؟ كنت عايز ناخد منك اذن عشان اظبطك معاها. تظبطيني معاها؟ ايوه في الحمام. ما كنتش اعرف انك بتعين كويس. اديك عرفت. في ايه لما اعرف اعين كويس؟ جريمه؟ طبعا جريمه. نسيت انك قلت انك ما تعرفش تعين؟ انا قلت كده؟ طبعا نسيت. نسيت لما جابني الغرق وقلت انك ما تقدرش تنقذه عشان ما تقدرش تعوم. وسبت الموت. سبت الموت مخصوص. انت اللي قتلته. انت اللي غرقته. غرقته في 60 دقيقة. انا غرقت في 60 دقيقة. انا بني ادم. لا بس ما عرفت ليه كل ما تشوف سبت الزعل. كل ما تبص الحاجة اللي حاسس تبقى عرق. بفكر الرجال اللي بتلمون رجلان انت اللي موتت. انت اللي موتت جابني صاحبك يا خاين يا ناس. شايفه انا سجيت جيراني فوق اللي اتحرك لازم سمعتك وانت عماله بتتهمني ان انا اللي قتلت ابنها. ربنا يشيل منك يا قاتل يا مجرم. بس لازم تفهمي حاجه اذا صممت على جنانك ده ده مش اللي قتلتيه مش انا. انا اللي قاتل. انت نسيتي يا ما كنت بتدعي ان ربنا ياخده علشان يخلالك الجو. انت كذاب كذاب. والله كويس ثم انت كنت معايا يوم ما غرقت وقدرت انك تتجوزيني يعني انت شفت في الجريمه. اي كلمة تصدر منك في الحكاية دي انت هتروح تدعي قبل مني فاهمة ها؟ عزارة!
مش ممكن تخف يا دكتور؟ ربنا قادر على كل شيء. على كل حال لو اديتوها الدواء ده بانتظام وريحتوها ممكن الشغل يخف. ضروري يا دكتور احنا نديها الدواء بانتظام. مسكينة يا نينة. لا يا دكتور فلوس بلاش العيال. ما زرت صحتها بعدين ما تخفش ابدا. عايزة ايه؟ انا عارف ايه عايزة ايه. عايزاني اروح اجيب لها الدواء. انا هجيب لك الدواء حالا يا نينا شد حيلك. ما فيش تفضل يا دكتور احنا متشكرين هو دكتور تفتكر هتتكلم تاني؟ يحتمل ان الشمل اللي رفت لازم مرافقها ومن المؤكد ان الدواء ده هيريحها ويخليها تتقدم. على كل حال انا حطيت عليكم مره ثانيه علشان اشوفها. انا مش فاهم العاده ده حصل ازاي؟ ايه اللي حصل ازاي؟ عايز هو العيال بيحصل ازاي؟ انا بس احنا سايبينها المغرب كويسه. ايه اللي حصل في التلفزيون؟ الحمد لله الدكتور قال انها خفت. الحاجة باينة عليها زهقانة يا سمير مفروض تجيب لها الدواء كويس. الله دي بتشيلها على سمير. لازم قصدها حاجة تانية. قصدها اللي يقعد جنبها. خليك انت سمير وانا اروح انا اجيب الدواء. اه والله معاك حق. شايفها هي برضه فكرة كويسة. اه كتر خيرك يا نصيحة. احسن افضل جنبها برضه كده. سيبنا ابو شريحة دي الواحد يلحق يوصل للصبح. ربنا ييسر ليلتك بالعافية. يلا يا ابني يلا اعمل لك هنا قد كنت تسعات يا ابني. تصبر على خير يا ست الفاتح. انا قلت حاجة انبهى عليا. انا مش رايح المحكمة الصبح. كتر خير. جزاك اللي يعمل طيب. عايز تقتلها هو كمان. نفس الدين ده يا بقى. حاول انك قتل قتلة. قتل قتلة ها؟ انا حوريك اذا كنت انا قتلت قتلة ولا لا. السلام عليكم. انا حوريك ازاي الدواء ده هيفيد عمتك. عليكم السلام ورحمة الله. ازاي الحال دلوقتي؟ مفيش تقدم؟ التقدم مش ممكن يتم الا اذا اتبعنا ارشادات الدكتور. انا كنت بكلم انصاف دلوقتي. لازم ننفذ اللي اتفقنا عليه. مع الدكتور المسألة في ايدك دلوقتي. اذا ما نفذتيش اللي اتفقنا عليه انا مش مسؤول عن اللي يجرى لعمتك. عندي حق يا ست انصار لازم تمشي على هناك بالظبط. ما قصدي الدكتور قال ما نزعجهاش وما نتكلمش جنبها كتير وما نضايقهاش. مظبوط مظبوط ده مرض لابد منه الراحه. على ذوق انا عندي شغل. مع السلامه. لازم تفهمي حاجه اذا ما تعبت رحت انت الزهر. نسم. ثلاثة. الزهر. ثاني. الزهر. هي تحسونك. زيها دلوقتي. والله انا محتار يا معلم. ربنا ما يحير مؤمن يا اخي. الحاجة كل ما تشوفنا تشاور على منير. الله هنرجع لعيب بيبي بقى انا قلنا بتشاور عليه عشان يروح يجيب لها الدواء. لا يا معلم في حاجة بس احنا اللي مش قادرين. يا اخي بزيادة بقى انت عاوز تكربسنا زي ما كربستينا في حكاية السرقة اللي قلت عليها وكذبتنا ويا الراجل. بقى ده وش السرقة؟ انت برضه مش مصدقني يا معلم. مصدق كلام اللي بيقول لكم؟ خالد باشا ابوه عنده 100 صدقني. امال ايه ده؟ واحد من زمانه في المصلحة قال لي ان لا خالد باشا ولا افندي ولا حلت وراث واحد. بل بالعكس مدين وفلت وسمعته زي الزفت.
لكن يا اخي ابوه غني بيقول ابوه ميت ومن 10 سنين ما فاتوش ولا مليم. يا خبر يعني على كده بيلعب على الجماعه. شوف لك يا معلم بس انت اللي ما كنتش مصدقني. يعني احنا لازم ننبههم بقى. بس مش وقت الحاج دلوقتي تعبانه لما تشد حيلها شويه. تشد حيلها ايه؟ والله يا اخي انا متضايق من حكايه الادويه دي ولا فيهاش فايده ابدا. انا عارف اللي طيبها هو ايه. ايه يا معلم؟ انت قلت حكايه ان عادل رضوان لما ابنه مات والراجل حزن عليه ومسكين بقى هيتجنن وبعدين الاخر انشل. قام راحوا جابوني وحضروني روح ابنه واول ما جت الروح وكلمته وقام زي الحصان. طب ما نعمل جلسه يا معلم. اه انا هفوت على الاستاذ اللي بيحضر الارواح بكره ان شاء الله واعزمه عندها وربنا عند الشفا. اهلا اهلا بحاجة انت حيبك كده. على الناس على الناس قلنا انت معاك كل سنة كده كلكم طيبين. طيب يا سيد سيدي الجدعانة يا سيدي الحاج الجدعان لقى الاستاذ الليلة هيحضر لنا روح المرحوم ونسمع عايزين عظيم تفرتيتي كده بقى عشان نعيد واحنا مبسوطين. النضر معايا والنضر امامي ما تكوني كده زي زمان ناس الحي كله كركبوه. ما شاء الله متر الخير وتم بالسلامة ان شاء الله. قال لي يا حضرتك قال لي ممكن تطلعينا روح المحل الصحافي؟ ده انا مسموح. سكوت من فضلك. اسمه نور. أسد؟ نور. أرجوكم محدش يتكلم أثناء الجلسة. عمالنا دي تنسلي علينا ولا فاكرنا عبط مصدقين اللي خلق باشا وبقى عند ميت فدان؟ الكلام ده تهميله كله من اول الاخر وانا وراك والدليل طويل. الراجل يتكلم على قد يا معلم. ما بقاش المعلم شحاته الا فضحتك وقدمتك. انت فاكر ما وراهمش رجاله؟ انا بكره هاخدها عندي البيت واشوف ايه اللي انت خايف مني ده. وشرف النبي ما كانت ليله عيد وليله مفترضه. ما انا كنت اللي مكسر دماغك. سيبه ومسيح. الله يبارك. سيبه. ليك يوم. معلش هو خبر ايه يا سلام؟ طبعا انا اللي اعمل لك الات بس يا محمود بقى يلا بسرعة يلا بسرعة يلا الصباح صباح. اهلا يا اخي اللي جابك بدري كده واحد لسه صحن من النوم. والله انا عيني ما شفت النوم الليله يا بحروب. الحكايه بتاعت امبارح دي شغلاني قوي اقول لك العقل. كل خير يا معلم كل سنه وانت طيب. وانت طيب انا قال لي عقل انزل استحمى بدري قبل الحمام ما يتملي ناس. دلوقتي اتلم دايما يا اخي. لا البركه فيك انت شد حيلك بقى حشهم عني ما تدخلش حد الا من الشله بتاعتنا على بال ما استحمى انا بلا افهم. انا مش حبيب. ايه يعني بتعمل كده بالنوس يا معلم؟ يعني عاوز لك رشوة. لا مش قلبي يا عمي. خد لك سيجارة. سيجارة واحدة. ايه ادخل الحمام ده يخرجه؟ ما هو عارفين بقى يا بحروب. طب وبقيت اللي قايل ايه؟ لما اخ ان شاء الله بالسلامة يا اخوي. الله يسلمك. نعم المقدم.
ولا تمشي الفجر لسه ما بداش. تقول يا معلم اللي مفيش بدري شويه طب يبقى تعالى كمان نص ساعه. يا الهادي انت حبيتها قوي يا بني ادم الميه لسه ما اتخنتش. صباح الخير يا محمود. جميل يا اخوي. الله صباح الخير يا استاذ كل سنه وانت طيب. ده المعلم حتى جوه من بدري كده. يلا اهلا يا ام حاتم. انت جيت؟ اهلا صباح الخير يا معلم شحاته. صباح الخير. لما تقلع هدومك يا اخي تيجي. انا بقول لك حاجه. ايوه بس ما تغيبش لحسن انا حاكم محضر لك حته مقلب لتنوير ده هو هيوديك في حاتم. كده؟ اخد الغيار ويديك واجي لك حالا. يلا اجري. انا عايز اعرف تجربتك انت كده مثل احنا. انا عملت كده مخصوص علشان كبتي. انقذيني يا اخي. انا رايح المريض. انا اعصابي تعبان. انا عملت كده من اسبوعين. انقذيني يا اخي. انقذيني يا اخي. اتذكرت كده. اتذكرت تعريفنا اللي كنا هنعيش هنا سوق خطوط. انت في ايدك انقاذ يا استاذ. انا خلاص انا سكت. انا ندمت. انا متعرف. انا خسيبك خسيب البيت ده كله. بس ما تبلغيش عني. انا مستقبل حياتي بين ايديك يا استاذ. في حد دخل من باب الرقم؟ ايه ايه؟ في واحد دخل الحمام ودخل المعلم شحاته في المخبز ورا. يا خبر ابيض. حصل حاجة للمعلم شحاتة؟ لا الحمد لله بس سليمة. الحمد لله. محمود قاعد على الباب العموم محدش دخل من عنده. مفيش مركز تاني غير ده. لازم المدرب يستعمل الباب ده. الباب ده؟ مش ممكن. الباب ده مقفول. محدش يقدر يعتب منه ولا كنا شفناه. مش كده يا انصاف؟ بالمعروف تتكبر بالمعروف.
عليك الدور وانت بقى عايزين تعملك مفتوح. يا بتريح يا بتريح